اعرب وزير الخارجيه البريطاني ديفيد كاميرون عن شكره لمصر على جهودها في تقديم المساعدات الى قطاع غزه والعمل على تخفيف الاعباء على المستشفيات في القطاع واضاف كاميرون ان العلاقات المصريه البريطانيه تمثل اهميه بالغه لبلاده أود أن أشكر مصر بعملها العظيم الذي تقوم به مع الهلال الأحمر في إطار المساعدة التي تمدها إلى غزة. ايضا العمل على تخفيف الاعباء الموجوده على المستشفيات التي تعمل في غزه ونحن نعمل دوما على تعظيم المساعدات وان نعمل سويا نحن مستثمرين من كبار المستثمرين في المنطقه وفي ونو مصر ونود ان يستمر هذا الوضع ايضا